تدرون إذا خلط بني وأزرق يعطيني أسود؟ خل بخلط هالدرجتين يا بعض تشوفون إيش يطلع. أوكي، كنا من زمان عن التحديات. يلا خلنا نسوي التحدي على هالكانفاس. أول شي سويته نزلت أزرق وشوي وردي، الحين بدمجهم ويا بعض على الكانفاس. نزلت الحين هالدرجات من الأزرق، ببدأ أحطهم هني بالأصفر، برسم هني شمس، برسم لها هني انعكاس على الماي. نزلت هالدرجات من الأخضر، ببدأ أحطهم بهالشكل على اللوحة. سحبت الزر عليه هني، الحين باخذ اللون الغامق وبحط عليه، بواصل تعديل الوان اللوحه، بحط الحين على الزرع بالاصفر، بالاصفر بقط نقاط عشوائيه عند الزرع، باخذ الوردي وبرسم بورود، بحط عليهم شوي من الاحمر، بعدين بالاصفر بسوي شيء كذي. هنا بنفس الطريقه بسوي كذا ورده. ميه وحبه تجي تشوف خطوات الرسم. الاسود اللي طلعناه بشيله، برسم به نقارب. خلاص، ايش رايكم في النتيجه؟